أنا روان ياسور، أنا متخصصة في علم النفس التربوي، بعمل كتب وألعاب تفاعلية للأطفال وخاصة للعائلات موجهة بشكل عام، يعني ألعاب لوحية بعيدة عن التكنولوجيا، كرتون مقوى كبيرة حجمها، لما بتنحط أمامنا بالعائلة بنقدر كلياتنا نتجمع حولها، يعني مش ألعاب كتير صغيرة، لا هي ألعاب كبيرة، كل لعبة بيكون في محا بطاقاتها، لها قواعدها الخاصة، لما بنلعب شرحها كتير واضح وسهل، لما بنلعب بنكون قاعدين عم فيها تحديات، فيها متعة وبنفس الوقت فيها مهارة عم نتعلمها. نقدر نلعب فيها من عمر 4 سنين لعمر 60 و70 سنة، يعني فعليا كل أفراد العائلة بيقدروا يقضوا هذا الوقت، بنرجع نخلق الجو التواصل الحقيقي بعيدا شوي عن التكنولوجيا اللي بلشت تدخل لحياتنا بشكل كبير. هم 3 كتب وفي لعبة عن الأردن، كل كتاب فيه 6 ألعاب وكتاب فيه 6 ألعاب، وفي كمان كتاب فيه 3 ألعاب ولعبة 100 خطوة في الأردن. الألعاب اللي بنوجهها أول شيء مو فقط ترفيهية، هي بتنمي مهارات، كل لعبة من الألعاب اللي موجودة هي بتنمي مهارة محددة ضمن استراتيجيات خاصة وبنفس الوقت بتكون ممتعة. 1، 2، 3، 4 المهارات اللي أنا عم بركز عليها هي مهارات التفكير الإبداعي بكل أشكالها، كل لعبة بيكون متخصصة في مهارة معينة أو أكثر من مهارة في نفس الوقت، مثلا مهارة الطلاقة كتاب دروب الإبداع اللي صممناه آخر واحد هو عبارة عن مهارة اسمها مهارة الطلاقة بكل أشكالها، طلاقة لغوية، طلاقة أشكال، طلاقة أفكار، تصممت على شكل ألعاب بنقدر ننمي هذه المهارة وبنفس الوقت بجو مليان بالمتعة والمرح والفائدة. ليش أنا بديت بهاي الأفكار؟ وأنا صغيرة كان عنا كتاب ألعاب كنا نلعب فيه بالعائلة، فكل ذكرياتي وأنا صغيرة كانت حول هاي الألعاب. فلما كبرت وصرت أنا معلمة كنت أبحث دائما عن ألعاب، ما كنت ألاقي محتوى بالعربي يعني، فقررت إنه أنا أطلع بهاي الألعاب ويعني استرجعت كل ذكرياتي وقررت إنه أخلي أطفال هذا الجيل يطلعوا ويكبروا في معاهم نفس الذكريات اللي أنا طلعت فيها وأنا صغيرة. كل الدراسات بتأكد على إنه الطفل اللي بيلعب مع والديه بيطلع مستقر نفسياً شو ما كانت الألعاب. الوقت النوعي اللي بيقضيه الطفل مع أهله هو هذا اللي بيكون شخصيته كاملة متكاملة، يعني وين ما حطيناهم بمدارس وين ما حطيناهم بمراكز، إذا الطفل ما عم بيقضي وقت نوعي ممتاز مع أهله بيطلع فيه عنده خلل شوي بشخصيته.